اليوم الموعود وصل هنا، مباراة حسم البطولة الأكبر في القارة العجوز، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. الكل يطمح للنتيجة لصالحة، لا تذهب بعيدا وابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عواد، وسعيد جدا بتواجدي معكم اليوم للتعليق ونقل أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا. أي أجواء مثالية نتحدث عنها، كل شيء هنا مهيأ لمشاهدة مباراة كرة قدم جميلة بين أفضل فريقين في المسابقة، فريق مانشستر سيتي في مواجهة البايرن ميونخ. بعد مشوار كبير في البطولة حان الوقت لنتعرف من سيرفع الكأس ويصبح بطلا لدوري أبطال أوروبا. الكل يبحث عن الكأس ذات الأذنين، لكل فريق أكمل المشوار حتى اليوم ووصل إلى النهائي بانتظار مباراة الحاسم. يتصدى للكرة وتصطدم بالقائم. أنا مع فودن، ذهب التهديد، تركيز كبير هنا في المباراة على النجم الكبير هالاند، قادم فرصة ومساحة موجودة، هذه الانطلاقة اللي اعتقدنا أن من الممكن أن تشكل خطورة، لكن في النهاية خسر الكرة. كومان، فودين، تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس إذا. كيم مين جاي، كونراد لايمر يستعيد الكرة بدون التدخل في أخطاء، خطأ يحتسب هنا لمصلحة البايرن. كونراد لايمر، الكرة تعود إلى كومان، وتروح الكرة من البايرن. أمام مساحة في هذه اللحظة، راحت الكرة من مانشستر سيتي، هذه فرصة هدف، الحارس يتألق ويبعد الخطورة، الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كون بديل. من جديد ضاع الاستحواذ من الفريق، والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. ينطلق الشوط الثاني هنا في ملعب ويمبلي. قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. قوة بدنية كبيرة لحماية الكرة، ضغط عالي واستعراض للكرة، هل يستفيدون منها الآن؟ كايل ووكر بيخلص الكرة،
الأداء الآن. يتوغل هنا والكرة قد يشاهد خطورة مثلنا. فرصة خطيرة الآن. اعتراض ناجح هنا للكرة العرضية. ولعب مع جرينيتش. عرضية لا تغير من وضع المباراة. التغيير سيكون بخروج اللاعب كوفاسيتش وسيدخل بدلا عن اللاعب البرتغالي الشاب الموهوب القادر على خلق فرص تهديف كثيرة من خلال مهاراته وقدراته الهجومية. كرة مرتدة في هذا التوقيت. عنده فرصة للتسجيل. ضربة قاتلة الأخيرة. صعب التعويض الآن. الفارق يزداد والحسم يقترب في هذا النهائي. كيميتش وصلت مع لايمان. تدخل دي ليخت وينجح في استعادة الكرة. حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. ركنية في المنتصف. تنبلغ أمام الاحتفالات. يبدأ التتويج. خيبة أمل لدى المقر. أي لحظة لا تنسى. انظر إلى هذا المشهد.